اشرف وحماد الفيل عدت اشرف هيصوب يصوب يا ولد يا ولد جول 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 جوه جول محمد اشرف مطوع اضغط اشوق اضغط اشوق حط جسمك روح روح اشوق اشوق جول 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 جوه جول الهدف الثاني اوعى اشوق والنجم الانجولي جيلبرتو كان واحد من اخر من افضل اللاعبين اللي يلعب بنقط حركه وادي الشوه اوعى الشوه العوه الشوه هو العوه العوه والشوه وجوه جول هدف ثالث للنادي الاهلي يعني عامل لحضراتكم احصائيه اهو لحضراتكم هذه اتلعبت ادي عدت جول 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 يا ولد يا مغربي جوه جول القلب الاسد عدى عبد الغني يا ولد يا ولد يا عبد الغني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد جول لعبة طويلة اتجاه علي عبد علي علي بيكون حارس يا ولد يا ولد يا ولد الله على الهدف هدف أول بلمسة بديعة من الولد علي عمرو عملها تشيب باس يا ولد جميلة يمرر مع غريب غريب سلم عد غريب العبها اتجاه علي عمرو وادي الهدف الثاني للنادي الاهلي جوه جول هدف الثاني للنادي الاهلي عن طريق اللاعب علي عمرو يا ولد يا ولد يا علي علي عمرو بص على غريب علي لم علي العبها لغريب غريب غريب جول 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 جوه جول هدف الثالث للنادي الاهلي عن طريق اللاعب احمد السيد غريب قبل خالد عربي عربي عاد عربي عربي يعني محمد هشام عايز يصوب ويسدد تصويبه محمد هشام جول 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 اللاعب علي عمرو يضع الهدف الرابع والهاتريك في هذا اللقاء طب فوزي يلمس لزياد زياد زياد عدى عدى يلا زياد زياد الكروات زياد العرضيه فين جول 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 اول للنادي الاهلي عن طريق الزبقي صالح نصر زياد يلعب زياد مع عمار عمار لم عدى عدى عمار عمار حمدي عمار حمدي يضع الهدف الثاني للنادي الاهلي شكرا يلعب عن صالح يلمس صالح وهي جايه وهي جايه جول 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 جوه جول زياد الطارق الثلاثيه قلت لحضراتكم وبقول لزياد وهي جايه محمد كامل يلعبها كامل على القائم الاول عدت مرت وادي جول 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 لعبت على القائم البعيد وادي ضربة الراس مش ممكن يا شباب صالح عدى صالح صالح يا ولد يا ولد عايز يلعبه في العمق لزياد زياد جوه جول الحاوي الحاوي دايما ناوي وزياد طارق الهدف الرابع لكن يا ولد يا ولد على الباص والاسيست من اللاعب صالح نصر هوبا 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 حلوة 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 اتاخدت الكورة وعرضية ويقابلها على طول الهداف القناص زياد زياد يفوت حاططها حلوة قوي شماله جول 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 عملها حلوة اسيست جميل 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 والهدف الثاني للعربي جمال فخري محمد فخري ريان محطة هجومية سلام فخري 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 جول 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 جوه جول هدف أول للنادي الأهلي يلعب عادل يلعبها طلعت عدت مرت يمسك شوبير هدف التعادل عدت لكريم كريم كريم يسددها بدري عدت الجبالي 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 جول 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 الجبالي سندت على ميدو لميدو لرافت خليل هيلعبها على القائم البعيد يلعبها ويعلقها ضربة الرأس عدت من مكمل مين كمل من قطع ضربة الرأس جول
جول جول جول. الكرة الأخيرة خدت وقت، اتلعبت في اتجاه عمرو توفيق، يا ولد على الاستلامة عمرو عد 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 عد. جول 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 جول. عمرو توفيق مرة ثانية، عمرو رفع على كورته، عمرو مين قرب له؟ قرب له جودة، عبد الجواد يلعب يا ولد، شايلها جميلة ميدرابيه. جول 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 جول. مرة ثانية ربيع صوب ويسدد، اصطدمت، تصل عند عبد الرحمن، عبد الرحمن الله. كريم عثمان، كريم يلعب ويعلق، ميتك يا ولد يا ولد، صوب صوب. جول 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 جول. اسرع شويه يا ميدو، العبها تمريره في اتجاه عمرو توفيق، عمرو طالع حارس المرمى، طالع الحارس، طالع حاكم حاكم، يلا يا راجل الهاتريك هاتريك. جول جول جول. بنشكر معلقنا المتميز فاروق صلاح، اكيد كل الاهداف حلوه لكن اختصينا لحضراتكم باحسن ثلاث اهداف هنتكلم عليهم دلوقتي، هنستعرضهم قدام حضراتكم. الهدف الاول كان لمحمد فخري في مباراه الاهلي وبيراميدز، بدا الهجمه محمد فخري، فوت احمد ياسر ريان اللي عمل الباصه السحريه دي يوسف علاء، وراح بيها محمد فخري وركنها في زاويه صعبه على حارس المرمى. الهدف الثاني كان لعبد الرحمن ممدوح مواليد 2004، هو بيلعب مع 2003، الكرة وهي بالطب مهارة التسديد صعبة، صعبة لأي حارس، وفيها عنصر المفاجأة، صعبة لأي حارس ممكن يقدر يجيب الكرة دي. هدف مميز طبعا من عبد الرحمن ممدوح، هو بيلف واخد قرار التسديد. الهدف الثالث معانا كان ليوسف الشوة، يوسف الشوة في مباراة الأهلي والاتحاد مواليد 2001، مهارة التسديد على شمال حارس المرمى، لكن الصعوبة هنا وكرة بتطب على الأرض برضو سيطر عليها وزقها لنفسه وفتح لنفسه زاوية التمرير. دول كانوا ثلاث أحسن أهداف عندنا خلال الأسبوع اللي فاتوا، أكيد كل اللعيبة تألقت داخل القطاع لكن